السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من المحاضرات الخاصة بالفاير فايتنج سيستم. النهاردة بإذن الله هنكمل ما توقفنا عنده في المحاضرة السابقة. كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن قصة اللودنج راك، أو اللي هي بتخص المحطات بتاعة البنزين أو محطات الوقود، وكذلك الأمر اللي هي المناطق اللي بيحصل فيها تفريغ للي هي الحاويات بتاعة البترول أو الحاويات اللي هي بتاعة الوقود أو البنزين أو السولار وغيرها، سواء كان في المواقع بتاعة البترول أو سواء كانت في المحطات بتاعة الوقود اللي هي بتفاول العربيات وغيرها. فبتيجي العربيات أو الحاويات دي بتيجي بتروح تملأ التنكات الموجودة عندي تحت الأرض في المحطات دي، أو بيتم ملأها في اللي هي الريفاينري أو اللي هي معامل التكرير بتاعة البترول وغيرها. من ضمن السيستم اللي احنا يعني ما شرحناهاش المره اللي فاتت، اللي هي بتستخدم برضو مع اللي هي الجاز ستيشن او اللي هي المحطات بتاعه الوقود، اللي هي سيستم بيسمى الدراي كيميكال. لو بصيت كده في الصوره هتلاقي ان فيه بيبقى اسطوانات موجوده عندي بالشكل ده، والاسطوانات ده هي بتحتوي على دراي كيميكال، والدراي كيميكال او البودره ده هي بتبقى تحت ضغط عالي موجود عند داخل الاسطوانات، وبعد كده بتلاقي عندك هنا خارج منها البايبنج، والبايبنج دوت خارج منه مجموعه من النوزل او المخارج اللي هي موجوده عندي او متوزعه حوالين اللي هي المنطقه بتاعه الكنوبه ده هي، بحيث ان لو حصل اي حريق موجود عندي في الماكينات او الطرمبات اللي هي بتاعه الوقود في المنطقه ده هي، تقدر تحس عن طريق حساسات هنا موجود عندي في الكنوبه ده هي، فبتفعل او بتشغل الارم سيستم او بتدي اشاره للكنترول بانل اللي بدورها بتشغل الارم سيستم، وبتبعت اشاره للسلندرز بحيث ان هي تفضي الدراي كيميكال المضغوط داخلها، ويبدا يخرج عن طريق النوزلز دهيت، ويبدا هنا يعمل عمليه المكافحه الخاصه بالحريق. تعال نشوف كده مع بعض فيديو بيوضح لي قصه العمل بتاعه الدراي كيميكال سيستم ده. Gasoline station fire suppression systems from Pyrochem. شركة العملاق اسمها بايروكيم. Manufactured to meet the challenges of today's modern convenience store fueling stations. The attendant and attendant to fire suppression systems help. يبقى ساعات بيحط هنا السلندرز كلها موجودة على السطح بتاع الكانوي، ودي البايبنج اللي خارجة من الاسطوانات دهيت بتتوزع على النوزل اللي هي متوزعة عندي في الأسفل أو في بطن الكانوبي الموجودة. Protect your investment and customers around the clock. Both the attendant and attendant to fire suppression systems offer solutions to address the unique hazards found at outdoor fueling areas. The original attendant system is uniquely suited to meet the needs of open air or existing canopy installations. The dry chemical cylinders are installed underneath the canopy, above the pump station, for convenience and full protection. The attendant 2 system, designed for modern installations, has dry chemical cylinders and piping installed on top of the canopy, concealed from view. ده هي النوزل اللي هي بيثبتها وبيركبها هنا في البايبنج بتاعته بحيث ان هي تخرج اللي هي الدراي كيميكال. Each discharge nozzle has a protective cap. This prevents contamination of the nozzle opening, ensuring a clear path for the dry chemical should a system discharge be required. There are many factors that could cause a fire in a fueling station environment, but one stands out more than all the rest: static electricity. Naturally occurring, it can cause an incident at any time. لأي سبب من الأسباب ممكن ينشأ الحريق أو ينشب الحريق في المحطات بتاعة الوقود، فهنا لازم يبقى في سيستم غير السيستم المانيوال اللي هي الطفايات الموجودة عندي، أو سواء كان الكباين أو اللي هي الجرادل بتاعة الرمل اللي بنشوفها كتير في المحطات بتاعة البنزين. يبقى هنا لازم بيتوفر عندي سيستم أوتوماتيك، سواء كان فوم سيستم زي اللي احنا شرحناه قبل كده، أو السيستم اللي هو الدراي كيميكال زي اللي احنا ايه بنشرحه دلوقتي. Fire suppression system actuation is initiated either by the thermal electric heat detectors located below the canopy
or by use of the manual pull station. The manual pull station allows an individual to actuate the system manually from a safe, remote location. Either action triggers the releasing panel alarm, warning you and your customers. Simultaneously, a fuel pump shutoff switch is activated to discontinue the fuel supply. Once system actuation is initiated, the fire release panel sends a signal to the electric control head connected to the nitrogen gas cylinder. The solenoid within the electric control head causes the release of a pin that punctures the small CO2 cartridge. CO2 pressure opens the valve to the actuation cylinder, releasing compressed nitrogen throughout the piping network to the dry chemical storage cylinders. The compressed nitrogen actuates the storage cylinders, which in turn بعد إشارة على طول للسيلندرز بحيث إن هي تبدأ تحرر الدراي كيميكال الموجود عندها، وبعد كده خرجت من البايبنج بحيث إن هي تبدأ تخرج من النوزل وتوجهه ناحية إيه؟ ناحية الفاير. السيستم أشبه إلى حد كبير بفيديو أو سيستم شرحناه قبل كده في الجزء الأول اللي هو خاص بالسبرينكلر سيستم، اللي هو الويت كيميكال اللي كنا بنعمله في اللي هي المطابخ. فنفس القصة هتلاقي برضو بيتم ربط الكنترول بانل بحيث ان هي تفصل الوقود او تقفل اللي هو الفيول سبلاي عن الماكينات، بحيث ان هو يتم السيطرة على الحريق. بيبعت اشارة للاسطوانات عن طريق اللي هي البايلوت ديتكتور، او اللي هي عن طريق الاسطوانة اللي هي المساعدة اللي بتبعت بدورها عن طريق ميكانيكال كنترول بانل، بتبعت اشارة زي ما قلنا لي اللي هي الاسطوانات الاساسية، فتبدأ تحرر اللي هي دراي كيميكال الموجود داخلها. نتيجة للضغط الباب خلاص بيبدأ هنا يخرج دراي كيميكال من النوزلز ديت، both attendant systems quickly flood the area even in windy conditions up to 10 miles per hour, a requirement of UL 1254. The fire hazard is quickly suppressed, helping to prevent further damage. As a backup to the fire suppression system, Pyrochem hand-portable fire extinguishers offer additional protection for egress and added safety. Go with the best. Protect your investment with the Pyrochem Attendant or Attendant 2 Fueling Station Fire Suppression Systems. خلاص كده خلص بالنسبة لنا الحوار بتاع اللودنج راك، وشفنا مشروع لي المرة اللي فاتت. في جزء تاني اتكلم عنه الكود بتاع ال NFB11 اللي هي الجزء بتاع الماشينري سبيس، اللي هي الماكينات مثلا لو كانت بيحصل ان هي بتنقل الوقود او بتنقل المواد قابلة للاشتعال، في الحالة دهيت برضو هنا لازم نعمل لها فوم سيستم خاص بيها، ويتم هنا عملية الحماية عن طريق المونيتور او عن طريق دايك بروتكشن، ان انا باجي حوالين الماكينات دهيت واعمل ايه، واعمل منطقة بتاعت سياج زي اللي كنت بعملها للتانكات. وبعد كده بيدي لك هنا الداتا اللي هي خاصة بالديزاين للماشينري سبيس، بيقول لك والله ان الابليكيشن ريت بتاعك هيبقى هنا 16%، والديوريشن اللي انت لازم السيستم بتاعك يشتغل فيه يبقى لمدة 5 دقايق، ان هو لازم يشتغل لمدة كام، لمدة 5 دقايق. والفوم ديبس اخر حاجة اللي هي 6 انش، دي ما تخصناش في حاجة قد ما بيخصنا اللي هي قصة الابليكيشن ريت والديوريشن بتاعتي. وبعد كده بيبقى هنا عندي او بيستلزم وجود طبعا الابليكيشن اريا تمام، والنوع اللي هو الفيول اللي انا او النوع اللي هو الفوم كونسنتريت اللي انا هستخدمه، وفقا لنوع الفيول هل هو بيتطلب الكحول ريزيستنت فوم كونسنتريت ولا بيتطلب اللي هو فوم كونسنتريت العادي، والتركيز بتاعه بيبقى زي ما قلنا ما بين 1 إلى 6%. نيجي بقى لموضوع جديد خالص اللي هو الجزء بتاع الهاي اكسبانشن فوم ابلكيشن. الجزء ده من الاجزاء المهمة جدا اللي هي ممكن تقابلها في الفوم سيستم. من اسمه كده يبقى هاي اكسبانشن، معناه ان بيطلع كميات من الفوم بتبقى كبيرة جدا، ده نتيجة لان هو دخل عنصر تالت معايا غير اللي هو الفوم كونسنتريت وغير المية، يبقى بيدخل عنصر تالت اللي هو الهواء. فببدأ هنا اعمل خلط ما بين التلات عناصر، فبيكبر لي من الفوليوم بتاع الفوم سوليوشن او من الفوم النهائي اللي بيطلع عندي،
بحيث ان هو بيغطي او بيعمل توتال فلودنج للمكان الموجود عندي. بيتم توليد الهاي اكسبنشن فوم دوت عن طريق حاجة اسمها الفوم جنريتور، زي اللي هي موضح عندي في الصور ديت. يبقى ممكن تلاقيها بالشكل ده الشكل ده الشكل ده. يبقى هنا بتختلف شكلها او تكويناتها على حسب المانيفاكتشرر او المصنع نفسه اللي هو بيصنع لي الفوم جنريتور. الفوم جنريتور ممكن تلاقيه بالشكل ده، يبقى ممكن تلاقيه اللي هو راكب على الوول بالشكل ده، يبقى هنا ممكن يبقى وول ماونتد او ممكن يبقى سيلينج ماونتد. القصة بتاعت الوول ماونتد او سيلينج ماونتد بتعتمد على الفريش اير، او بتعتمد على الاير انتيك اللي هي داخلة عندي على الفوم جنريتور. بتلاقي الفوم جنريتور مثلا بيبقى هنا في ايه، في مروحة. المروحة دي هي بتسحب هواء، الهواء ده هواء عشان خاطر يعمل يحصل خلط بينه وبين ايه، بين الفوم سوليوشن اللي هو عبارة عن المية والفوم كونسنتريت. فبيبدأ هنا يكبر الفوليوم بتاع الفوم سوليوشن بحيث ان هو يديله الفوليوم اللي انت شايفه بالشكل ده. من الحاجات المهمة بالنسبة للهاي اكسبنشن فوم ان الهواء اللي انت هتدخله في عملية الخلط دهيت يكون هواء نظيف، بمعنى ان لو حصل حريق عندي داخل المكان تمام، هيتولد عندي ايه، هيتولد عندي هواء سخن، هيتولد عندي دخان، يبقى في هواء مش نظيف، وبالتالي هنا بيأثر على البرفورمانس بتاعت ايه، بتاعت الفوم اللي بتنتج عندي في النهاية. طب نتيجة لكده هنا قال لك ايه، قال لك ان انت بتركب عندك الفوم جنريتور دوت يا اما على الجنب، يبقى هنا لو متاح ليك انك تدخل هواء من خارج المكان او من بره تمام على الفوم جنريتور، او لو مش متاح عندك، لو كان مثلا المكان ده ملاصق لاماكن تانية مش محمية باللي هي الفوم، او حتى محمية باي سيستم تاني بس مش هقدر ان انا اخد منها هواء نظيف، يبقى هنا في الحالة دهيت بتختار اللي هي السيلينج ماونتد فوم جنريتور، بحيث زي ما قلت لك ان الهواء اللي هيدخل في عملية الخلط دوت يبقى يكون هواء نظيف ومش معرض لدرجة حرارة عالية، علشان خاطر ما يأثرش على البرفورمانس بتاعت الفوم او الهاي اكسبنشن فوم النهائية اللي هتتكون عندي. في حاجة تانية برضو، لو برضو بتدخل معي في اختيار ما بين اللي هو الوول ماونتد والسيلينج ماونتد، اللي هي قصة الكوردينيشن، اللي هي ممكن في اماكن ما اقدرش ان انا اركب مثلا فيها الوول ماونتد، فهنا بلجأ للوسيلة التانية اللي هي سيلينج ماونت. لكن على كل، يبقى هنا سواء كان وول او سيلينج ماونتد فوم جنريتور، يبقى لازم بيولد لي اللي هي الهاي اكسبنشن فوم، اللي هو بيقدر بالتالي ان هو يعمل السيطرة على الحريق داخل المكان. تعال نشوف مع بعض كده فيديو بيوضح لي برضو قصة العمل بتاعت الهاي اكسبنشن فوم. في اكتر من فيديو هنشوف يعني بعضا منها. ده مكان زي هانجر مثلا اللي هو بتاع طائرات او بتاع معدات او غيرها. هتلاحظ هنا مركبين اللي هو الفوم جنريتور عندي في السيلينج. من الحاجات المهمة بالنسبة للفوم سيستم او الهاي اكسبنشن فوم اللي بيختلف عن اللو اكسبنشن فوم، ان لازم يبقى الفوم تايتد، بمعنى ان هو لازم يبقى المكان مفهوش ليكج، ميبقاش فيه ابواب او شبابيك مفتوحة يهرب منها الفوم. يبقى هنا لازم يبقى ايه، كل حاجة مقفولة عندي داخل المكان تمام اثناء ما بيحصل عملية الحريق، علشان خاطر يقدر ان هو يستوعب اللي هو الفوم او الهاي اكسبنشن فوم في المكان ويحتفظ بيه لمدة تقريبا نص ساعة، يبقى من 30 الى 60 دقيقة، علشان خاطر تتم عملية السيطرة على الحريق بشكل كامل. هنا هيعملوا تجربة ليه اللي هو السيستم ده. الفوم جنريتور ما هو الا عبارة عن فتحات كده، الفتحة ده هي بيدخل فيها اللي هو الفوم سوليوشن اللي ناتج عندي من الخلط بتاع الفوم كونسنتريت والمية، وبعد كده بيبقى فيه المراوح اللي هي بتدخل الهواء، بيحصل خلط بينها وبين الفوم سوليوشن اللي طالع عندي.
ادي اهو طلع عندي كميات كبيره جدا من الهاي اكسبنشن فوم، بدات تغطي المكان بشكل كامل. اد زي ما قلت لك لو كان عندي ابواب بقى او عندي شبابيك مفتوحه، وبالتالي هنا بتبص تلاقي عندك الفوم بيبدا يخرج بره المكان. فهنا لا، لازم ان انا استوعب اللي هو الهاي اكسبانشن فوم داخل المكان، بحيث ان هو يبقى مقفول بشكل كامل. اللي بيعملوا ده ان هو في نهاية التجربة هم عايزين خلاص، بعد ما عملت عملية الاطفاء وغيرها، فان انا المفروض بتخلص من الفوم اللي اتكون عندي ده، علشان خاطر ابدأ اشوف بقى ايه اللي حاصل جوه، والماتيريال اللي عندي اللي حاصل فيها تصير وغيرها. فهنا بيبدأ يعمل قطع في الفوم دوت عن طريق مدافع من المية، ويبدأ هنا اللي هو الفوم اللي بيتكون عندي هنا والمية دهوت او الخليط ده يبدأ يتسرب عندي من خلال فتحات في الأرضية زي فلور درينز وغيرها. هنشوف برضو فيديو تاني كان بيوضح لي برضو القصة ده. هي station please. اجهزة الانذار بتشتغل، بعد كده بيبعت اشارة للكنترول بانل اللي هي بتشغل الديليوج فالفز، اللي هي بتبدأ بدورها بتشغل السيستم اللي موجود عندي. تلاقي واحد بيدخل هنا بياخد عينة وغيرها من هنا من داخل المكان نفسه. تلاقي تغطية للمكان بشكل كامل في وقت بيبقى قصير جدا، بيبقى في حدود مثلا 10 دقايق وغيره. بتختلف طبعا قصة التايم اللي هو بتاع السمرجنس ده وفقا للجدول هنشوفه دلوقتي. الفكرة كلها بتاعت التشغيل بتاع الفوم جنريتور او عمله او فكرة عمله، يبقى هنا برضو وضحها القصة ديت ال NFB11، ان بيقول والله ان هنا بيبقى عندك الفوم جنريتور بالشكل ده كده، بتلاقي هنا عندك اللي هي البايبنج الخاصة بالفوم سوليوشن، وبتلاقي في الاخر عندك هنا حاجة اسمها بلاور درايف يونت. البلاور دي عبارة عن مروحة، يبقى هنا المروحة ديت ممكن تدار عن طريق موتور كهربي،
وممكن تدار عن طريق القوة بتاعة المية أو اللي هي الفوم سوليوشن نفسها اللي جاية من هنا عن طريق زي هيدروليك موتور، فممكن يدور ايه المروحة بالشكل ده، أو ممكن تبقى المروحة نفسها تبقى بتدار عن طريق اللي هو اي سي موتور أو اللي هو موتور كهربي، تمام. فبتبص تلاقي هنا عندك في البايبنج بتاعتك ان بيدخل من هنا اللي هو الووتر سبلاي الاساسي، بعد كده بتروح مركب هنا سترينر، والسترينر ده الغرض منه بس ان ما يحصلش هنا عملية سدد ليه اللي هو البروبوشنر، تمام. يبقى هنا عندي اللي هو الاختناق او الثروتل نفسه اللي موجود عندي في البروبوشنر، لو انت مدخل مية بتحتوي على شوائب وغيرها ممكن تعمل سدد في البروبوشنر. وبعد كده بيبقى هنا عندك اللي هو المانوال كنترول فالف، يبقى او اس اند واي جيت فالف او باترفلاي فالف، ولازم طبعا يبقى سوبرفايزد. وبعد كده بيبقى هنا عندي حاجه اسمها ووتر فلو فالف اللي هو بنسميه او المسمى بتاعه اللي هو الديليوج فالف. الديليوج فالف دوت بيبقى مربوط عندي بالكنترول بانل، والكنترول بانل دهيت بتبقى مربوطه عشان خاطر تبعت اشاره للديليوج فالف ان هو يفتح او يقفل، يبقى لازم تبقى مربوطه عن طريق ايه الديتكتورز الموجوده عندي داخل المكان. وبعد كده بيبقى هنا في ربط تاني داخل الكنترول بانل ده اللي هو المانوال اوفررايد، بحيث ان لو حصل مشكله اصلا في الديتكشن سيستم وفي حريق فعلي داخل المكان، فانا ممكن اشغل السيستم بشكل مانوال عن طريق اللي هو المانوال ريليز او المانوال اوفررايد بالشكل ده. بعد كده خلاص طالما الديليوج فالف فتح يبدا هنا يسمح للميه ان هي تعدي، المايه ده هي تبدا تعدي على مين؟ على البروبوشنر ده اللي هي وسيله الخلط اللي هي او جهاز الخلط اللي بيعمل خلط ما بين الووتر وما بين اللي هو الفوم كونسنتريت. هنا بيبقى عندك الليكويد كونسنتريت الموجود عندي مثلا داخل البلادر تانك، هنا حصل خلاص الخلط ما بين الاثنين فبيطلع اللي هو فوم سوليوشن. الفوم سوليوشن بتروح مركب هنا استرينر تاني علشان خاطر ما يعملش سدد للنوزل او اللي هي المخارج بتاعت ايه بتاعت الفوم سوليوشن داخل ايه داخل الفوم جنريتور، لان هو بيعمل زي ترزيز للفوم سوليوشن، وبعد كده عشان خاطر يعمل خلط بينه وبين الهواء من خلال البلاور ده يبدا هنا يعمل حاجه اسمها سكريننج. السكريننج دوت يبدا هنا يعمل من خلاله اللي هو الشكل او الفوليوم بتاع ايه بتاع الفوم النهائي اللي بيخرج من الفوم جنريتور. من قصه عمليه الهواء او عمليه مصدر الهواء او الهواء اللي بيعمل خلط بينه وبين الفوم سوليوشن، يبقى هنا في حاجتين، في حاجه اللي هي بنسميها بلاور تايب وحاجه تانية اسمها اسبيريتنج تايب. اسبيريتنج تايب هنا بيعتمد على قوه الدفع بتاعه الفوم سوليوشن اللي بتخرج من هنا، بحيث ان هو يعمل دخول للهواء induced من هنا بالشكل ده، يبقى من الفتحات بيبقى في فتحات هنا في الفوم جنريتور، هنا مع اندفاع اللي هو الفوم سوليوشن بيعمل زي منطقه خلخله في المنطقه دهيت، وبالتالي هنا بيخلي الهواء بيجبر الهواء ان هو يدخل او يختلط مع الفوم سوليوشن بالشكل ده لحد ما في الاخر بيخرج من اللي هو الفوم جنريتور سكرين بالشكل ده ويخرج عند هاي اكسبنشن فوم. او النوع الثاني وده اللي هو الموست كومن واللي بيستخدم دائما اللي هو البلاور تايب، ان هنا بتلاقي عندك ايه بتلاقي هنا عندك مروحه، هنا بيبقى مركب برايم موفر او موتور، وبعد كده بتلاقي عندك هنا المروحه وده هو الفوم سوليوشن بيخرج من هنا عن طريق النوزل ديت، مع اندفاع الهواء بيبدا هنا يشيل اللي هو الجزيئات او الذرات بتاعه الفوم سوليوشن، يبدا هنا ايه تخبط في اللي هي السكرين الموجود عندي ويبدا هنا يخرج الفوم بالشكل النهائي زي اللي انت شفته في الفيديوهات اللي فاتت. او زي ما قلت لك ان هو ممكن بيركب هنا برضو برايم موفر، هنا بيبقى عندك البلاور فان، وهنا بيبقى شكل اللي هي النوزل او المخارج بتاعتي من هنا، ويبدا هنا برضو بنفس القصه عن طريق الموفر ده او عن طريق اللي هو اللي بيحرك عندي الفانه او المروحه ديت، ان هو الموفر ده زي ما قلت لك ممكن يبقى كهربي وممكن يبقى هيدروليك، ان هو بيبقى ليه وصله كده من الوصلات اللي هي بتاعه البايبنج الخاصه بالفوم سوليوشن، فبتدي الحركه اللي هي بتاعت ايه بتاعه الفان. فهنا ايا كان بقى وسيله الحركه دهيت يبقى هنا بيتم عمليه دفع للهواء بحيث ان هو يختلط مع الفوم سوليوشن ويطلع للهاي اكسبنشن فوم في النهايه. ده الشكل بتاع ايه بتاع الفوم جنريتور اللي هو بيستخدم غالبا في اغلب المشاريع.
القصة بتاعت الديزاين بتاعته إلى حد ما مختلفة شوية عن اللي هو اللو اكسبنشن فوم في حاجة واحدة بس، اللي هي الابليكيشن ريت. زي ما احنا اتعودنا كان في اللي هو المحاضرات السابقة، في سواء كان التانكات، سواء كان مع اللودنج راك، سواء كان مع اللي هو الماشين روم، الاوض بتاعت الجنريتور وغيرها، تمام. هتلاقي القصة كلها ان هو بيقول لي التطبيق بتاعك ايه، فبيروح مدي لك جدول، الجدول دوت بيتوفر فيه اللي هو الديسشارج تايم، وبيتوفر فيه الحاجة التانية او المعلومة التانية اللي هي الابليكيشن ريت. في قصة الهاي اكسبنشن فوم الوضع شوية مختلف، بحيث ان هو بيدي لك معادلة، المعادلة دي هي بتقدر من خلالها بتحسب اللي هي الابليكيشن ريت، لكن مش بيبقى رقم ثابت خلاص وفقا للابليكيشن بتاعك بتطلع الابليكيشن ريت بتاعتك او الدنسيتي بتاعتك. لا، هنا الابليكيشن ريت بيتحسب من خلال ايه؟ من خلال معادلة. المعادلة دي هي عبارة عن ايه؟ بيقول له والله ان الابليكيشن ريت بتاعتك اللي هو الار ده بيساوي ال في على ال تي زائد ار اس في سي ان في السي ال. تعال نشوف بقى ايه كل عنصر من العناصر اللي هو موجود عندي في المعادله. اول حاجه الار، الار اللي هو الريت اوف ديسشارج ان، سواء كان الوحدات اللي هي المتريك اللي هي متر مكعب بير مينت، او الوحدات الانجليزي اللي هي قدم مكعب بايه بير مينت، بيساوي الفي على التي. الفي اللي هي عباره عن ايه؟ الفي اللي هي بنسميها سمرجنس فوليوم. سمرجنس فوليوم معناه ان انت عايز تغطي بالهاي اكسبنشن فوم دوت لحد فوليوم قد ايه. طيب السمرجنس فوليوم ده يعادل ايه؟ يبقى بيعادل حاجتين، يبقى بيعادل اريا، يبقى الاريا كلها اللي انت بتغطيها داخل المكان نفسه، والحاجه التانية اللي هي سمرجنس ديبس. سمرجنس ايه؟ ديبس يعني توصل بالفوم بتاعك او الهاي اكسبنشن فوم لحد ارتفاع قد ايه. لو انت قدرت انك تجيب المعلومتين دولت يبقى قدرت انك تحصل على مين؟ على السمرجنس ايه؟ فوليوم. طيب الحاجة التانية اللي هي التي او الديسشارج تايم، يبقى بنسميه السبمرجنس تايم او الوقت اللي انت بتغطي فيه اللي هو الارتفاع الموجود عندك دوت او السبمرجنس هايت ده او ديبس في وقت قد ايه. يبقى ده بتحصل عليه من خلال الجداول، والوحده بتاعته بتبقى ايه؟ بالمنت، تمام. هنشوف الجدول بتاعه بعد كده. الار اس، الار اس ده هي بنسميها ريت اوف فوم بريك داون باي سبرينكلر. هنا لو انت عامل تغطيه للمكان بتاعك بحاجتين، اللي هي الفوم جنريتور او الهاي اكسبنشن فوم جنريتور، والحاجه الثانيه انت عامل في السيلينج تغطيه بالسبرينكلر. دلوقتي لو حصل تشغيل للرشاشات بتاعتي هتبدا تخرج سواء كان فوم سوليوشن او سواء كان ميه، تمام. يبدا هنا يعمل قطع في مين؟ في اللي هو الهاي اكسبنشن فوم، وبالتالي هنا بيعمل لك تقليل لي اللي هو الفوليوم النهائي بتاع مين؟ بتاع الهاي اكسبنشن فوم. فلازم اعوض بالكميه اللازمه لقصه البريك داون او قصه القطع اللي هو بيعمله السبرينكلر عن طريق معامل اللي هو بنسميه ايه؟ بنسميه الار اس. والار اس دهوت بيتحسب برضو من معادله تعادل اللي هي الاس في الكيو. الاس ده هي تعادل ايه؟ الاس ده هي تعادل 10 سي اف ام بير جي بي ام. يعني ايه الكلام ده؟ الاس دهيت يبقى هنا يبقى عباره عن فاكتور او معامل، يبقى هنا بيسمى الفوم بريك داون اوف سبرينكلر ديسشارج، يبقى هنا معامل القطع اللي هو بيسببه السبرينكلر بالنسبه لمين؟ للهاي اكسبنشن فوم. مضروب في مين؟ يبقى بيتضرب الرقم ده، طبعا رقم ثابت اللي هو بيساوي 10 سي اف ام لكل جي بي ام، او الايه او بالرقم دوت بالوحده اللي هي متر مكعب بير مينت لايه متر مكعب بير مينت لتر ايه لتر متر مكعب بير مينت لكل لتر ايه بير مينت، تمام، لكل لتر بير مينت. طيب يبقى هنا الاس ده رقم ايه؟ رقم ثابت. اما الكيو اللي هي التوتال ديسشارج فروم سبرينكلر اكسبكتد تو اوبريت، تمام. يبقى هنا بتشوف عدد الرشاشات اللي هتشتغل عندك قد ايه، تمام، وهتطلع قد ايه من اللي هو الفوم سوليوشن، او هتطلع قد ايه من الووتر لو انت عامل ووتر سبرينكلر في السيلينج، تمام. يبقى قد ايه من الميه اللي هتخرج من السبرينكلر ديت، يبقى هي دي الكيو. طيب تعادل ايه برضو؟ يبقى بتعادل برضو على حسب الخطوره بتاعتك، يبقى بتطلع اللي هي الدنسيتي، وبتضربها طبعا في الديزاين ايه؟ بتضربها في الديزاين اريا، تمام. هنشوف دي بالتفصيل باذن الله في مشروع هنتكلم عنه دلوقتي.
بعد كده السي ان، يبقى السي ان والسي ال دول معاملات برضو بتضيفهم في المعادله دهيت، بيعملوا لك على زياده الكميه بتاعه الهاي اكسبنشن. طب ايه هو السي ان وايه هو السي ال؟ السي ال ده، السي ان ده بنسميه كومبنسيشن فور نورمال فوم شرينكج. يعني ايه الكلام ده؟ دلوقتي انت مثلا عامل رغوه بتاعه صابون، تبص بعد شويه تلاقي الرغوه دي بيحصل لها ايه؟ بتهدى. بتهدى يعني بيحصل لها ايه؟ انكماش او تقلص. بعد شويه تبص تلاقيها بتقل 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 لحد ما بتلاقي عندك الفوم في الاخر دهوت، او الرغوه دهيت ايه، ما بيلقاش ما بيلهاش ايه وجود. طيب فالقصه دي بياخدها برضو في الاعتبار في حسابه للهاي اكسبنشن فوم، ان هنا بيروح مزود كميه الفوم او الهاي اكسبنشن فوم بحيث ان هو يعوض قصه الشرينكج او قصه الفقد اللي بتحصل في الفوليوم بتاع الفوم. فهنا قال لي ان المعامل ده يبقى معامل ثابت يعادل كام؟ يبقى بيعادل 1.15%، يبقى 1.15% يبقى هو الرقم ده اللي هو بتاع ايه؟ بتاع السي ان. امال ايه السي ال ده؟ قال لك اللي هو عباره عن كومبنسيشن فور ليكج. يعني ايه الكلام ده؟ انا لما كنت بكلمك في الفيديو ان لما باجي اعمل ضخ للهاي اكسبنشن فوم، يبقى هنا لازم عندي الشبابيك والابواب تكون ايه؟ تكون مقفوله عشان خاطر ما يحصلش هروب لمين؟ للهاي اكسبنشن فوم. فهنا لو كان عندك المكان دوت يبقى فيري تايت، يبقى هنا مقفول تماما او مغلق تماما ومفيش فرصه للهاي اكسبنشن فوم ان هو يهرب من اي مكان، يبقى في الحاله دهيت بتاخد قيمه السي ال دهيت بكام؟ بواحد. طب المكان دوت بيحصل مثلا في شبابيك مفتوحه، في ابواب مفتوحه، في غيرها، يبقى هنا ايه؟ يبقى هنا معدل الليكج بيبقى كبير شويه، فبنروح مكبرين السي ال دهيت بحيث ان هي تعادل 1.2. يبقى هنا لما اتكلم الكود بتاع ال ان اف بي 11 عن قصه السي ال ده، قال لك ان هو عباره عن كومبنسيشن فور ليكج، يبقى على حسب الليكج بتاع المكان او على طبيعه المكان معدل التسريب فيها عالي ولا معدل التسريب فيها منخفض، وقال لك ان السي ال ده هي بيتراوح قيمتها ما بين 1 إلى 1.2. طيب القصه بتاعت السمرجنس فوليوم، تمام، اللي هي موجوده عند في المعادله، يبقى بتعادل الاريا في السمرجنس ديبس. طب السمرجنس ديبس ديت انا هغطي لحد ارتفاع قد ايه؟ يبقى هنا برضو الكود مدي لك جايد ليها، قالك ان هو بيعادل 1.1 في الهايت بتاع المكان اللي انت عايز ايه تعمل له حمايه. يعني انت مثلا بتعمل حمايه لوير هاوس مثلا او مستودع، تمام، في مجموعة من او في ستورج هايت معين، في راكات مثلا معينة بارتفاع معين، تمام، الارتفاع دهوت بتروح ضربه في كام؟ بتروح ضربه في 1.1. يبقى هو ده الدبس بتاع ايه؟ الدبس بتاع التغطية بتاع الهاي اكسبنشن فوم، بس بشرط ان الزيادة اللي انت هتزودها على الارتفاع دهيت ما تقلش باي حال من الاحوال عن كام؟ عن 2 قدم او عن 60 سنتي. فبدأنا نستنبط القصة دهيت ونحط معادلة للموضوع ده، فبقول لك والله الستورج هايت او الهايت اللي انت عايز تعمل له الحماية ده ارتفاعه قد ايه؟ يبقى هنا لو كان اكبر من او يساوي 6 متر، يبقى في الحالة دهيت بنقول ان هو السمرجنس ديبس ده بيساوي 1.1 في الهايت الموجودة عندي. طب لو كان الارتفاع بتاع الستورج او الارتفاع بتاع البرودكت اللي انا عايز اعمل له الحماية ده اقل من 6 متر بقى، يبقى هنا مثلا كان 4 متر. طب لو انا طبقت اللي هي 1.1 في 4 متر يبقى هيديني كام؟ 4.4، يعني هيزود كام؟ 4 بس. لا بس هنا الكود ادالك شرط تاني ان لازم ايه؟ الارتفاع ده اللي انت هتزوده ما يقلش عن 2 قدم او 60 سنتي. يبقى هنا في حاله اذا كان الهايت ده اقل من 6 متر، في الحاله ديت بنقول ان السمرجنس ديبس بتاعي يعادل الهايت بلس ايه؟ يبقى بلس 6 متر او 60 سنتي. طيب التي او السمرجنس تايم ده بنقدر ان احنا نجيبه من خلال جدول اللي هو 6 12 7 1، هنشوفه كده مع بعض دلوقتي قبل ما نكمل باقي الستبس. ادي اهو الجدول اللي هو خاص بيه السمرجنس ايه؟ السمرجنس تايم. يبقى هنا ماكسيمم سمرجنس تايم فور هاي اكسبنشن فوم ميجرد فروم ستارت اوف فوم ديسشارج ان مينتس. يعني انت هتغطي المكان ده بشكل كامل او هتوصل للدبس بتاع السمرجنس اللي انت عايز توصل له في وقت قد ايه؟ بدايه من خروج ايه اللي هو الفوم داخل المكان. طيب يبقى هنا على حسب طبعا ايه الهازارد او الماتيريال اللي هي هيحصل او متوقع يحصل فيها الحريق داخل المكان.
والحاجة التانية اللي هي ال construction type. يبقى هنا ال building type أو ال construction type، هنا بيدي حاجة اسمها type 1 type 2 type 3، وبيدي كمان جنب اللي هي ال types ديت أرقام معينة. طبعا القصة دي استوضحناها فيما سبق في قصة الفاير هيدرانت، لكن باختصار تمام عشان بس اوفر عليك قصة البحث في التايبس دهيت، ان احنا بدأنا نقسمها لمجموعتين، مجموعة A ومجموعة تانية B. مجموعة A اللي هي تايب 2 تريبل 0 او تايب 3 200 او تايب 5 تريبل 0، يبقى ده ال A دهيت هي تعادل لايت اور unprotected ستيل كونستراكشن. معناه ان البيلدنج بتاعي هو عبارة عن او مكون من ستيل تمام زي الهناجر مثلا، والهناجر ديت او الماتيريال المصنعه منها يبقى مش فاير ريتد، يبقى هنا او مش فاير ريزيستد، مش مقاومه للحريق. والحاجه الثانيه ان هي لايت، تبقى ايه خفيفه. الحاجه الثانيه او التايبز الثانيه او النوع الثاني من الكونستراكشن اللي هو بنديله المجموعه بي، يبقى ده بنسميه هيفي اور بروتكتد اور فاير ريزيستف كونستراكشن. معناه ان المبنى ده معمول من ماتيريال مقاومه للحريق او فاير ايه او فاير ريتد. الحاجه الثانيه بيقول لك هنا على حسب الهازارد او الماتيريال اللي انت هيحصل فيها الاحتراق، هل هي فلامبل ليكويد زي مواد قابله للاشتعال والفلاش بوينت بتاعتها اقل من 38 درجه سيليزيه، ولا هي كومباستبل ليكويد الفلاش بوينت بتاعتها 38 درجه سيليزيه او اكتر، ولا هي لو دنسيتي كومباستبل زي مثلا الفوم رابر او الفوم بلاستيك او الرولد تيشيو اور كريب بيبر، ولا هاي دنسيتي كومباستبل زي مثلا اللي هي رولد بيبر كرافت اور كوتد باندد، ولا هاي دنسيتي كومباستبل زي اللي هي الكوتد ان باندد، ولا هي رابر تايرز اللي هي الكاوتشات بتاعت العربيات وغيرها، ولا هي كومباستبل ان كارتونز باجز اور فايبر درامز، معناها مواد قابله للاشتعال بس محطوطه داخل كراتين او عبوات او غيرها. يبقى هنا على حسب النوع بتاع الهازارد الموجود عندك، هنا بيقول لك الكونستراكشن تايب بتاعك عباره عن ايه، وبعد كده يقول لك المبنى ده معمول لحمايه برشاشات ولا مش معمول لحمايه برشاشات، فبيروح مدي لك اوتوماتيك اللي هي ايه الديسشارج تايم او السمرجنس تايم، اللي انت الوقت اللي انت هتغطي فيه المكان ده بالفوم او الهاي اكسبنشن فوم ده قد ايه. فلو كان مثلا عندي مكان المتخزن فيه كومباستبل ليكويد الفلاش بوينت بتاعته اكتر من 38 درجه سيليزيه، وكان المبنى ده انت مش عامل له حمايه بالرشاشات، انت مكتفي بس بالهاي اكسبنشن فوم في الحاله دهيت مثلا، وكان النوع الكونستراكشن بتاعك اللي هو لايت اور امبروتكتد ستيل كونستراكشن في الحاله ديت، يبقى عندك الوقت قد ايه، يبقى 3 دقائق. نرجع لباقي الخطوات. يبقى هنا عرفنا ان السمرجنس تايم ده بيطلع من خلال الجدول اللي احنا شفناه في السلايد اللي فات. بعد كده بتقدر انك تحسب اللي هو عدد الجنريتور اللي انت هتستخدمها وفقا لي اللي هي التوتال فوم ديسشارج ريت على الريت بير افيلابل جنريتور. انا خلاص قدرت ان انا احسب من المعادله دهيت ب اللي هي الايتمز الكتيره الموجوده فيها، قدرت ان انا احسب الابلكيشن ريت. لو قدرت انك تضرب الابلكيشن ريت دهيت في السيرفيس اريا او المساحه اللي انا بعملها تغطيه داخل المكان، يبقى قدرت انك تطلع اللي هي التوتال سي اف ام او التوتال اللي هي قدم مكعب بير مينت تمام اللي انت عايز تغطي بيه اللي هو الهاي اكسبنشن داخل المكان. طيب الجنريتورز نفسها ليها ستاندرد معين، يعني الجنريتور نفسها بيبقى ايه ليها ستاندرد معين. فلو قدرت من خلال طبعا المصنع نفسه تمام بيدي لك رينج معين، بيقول لك والله الجنريتور موديل كذا بيطلع كذا سي اف ام. طب لو انا قدرت ان انا اقسم اللي هو التوتال فوم ديسشارج ريت دوت اللي هي التوتال سي اف ام اللي انا عايز اغطي بيها المكان على اللي هي السي اف ام اللي بتطلع من الجنريتور الواحده، يبقى قدرت ان انا اعرف عدد الجنريتور اللي انا لازم اوفرها داخل المكان عشان خاطر تطلع اللي هي التوتال فوم اللي انا محتاجها. بعد كده بتقدر انك تحسب اللي هو الفوم كونسنتريت كوانتيتي اللي هو الكميه بتاعت الفوم كونسنتريت اللي انت محتاجها، يبقى من خلال المعادلة اللي هي الـ Q بتساوي R في الـ T في اللي هي النسبة المئوية. بس ناخد بالنا من ايه، من حاجة مهمة جدا
ال R دهيت اللي هي بتخص ال high expansion. يبقى هنا ال R دهيت بتخص ايه؟ يبقى بتخص ال high expansion. في فرق ما بين اللي هو ال high expansion foam وما بين ال foam solution نفسه اللي هيبدأ يغذي معايا اللي هي مجموعة ال foam ايه؟ مجموعة ال foam generator. انا خلاص عرفت ان انا ال high expansion foam يبقى عبارة عن ايه؟ يبقى عبارة عن خلط بيحصل ما بين اللي هو ال water وال foam concentrate والمية. ما بين الفوم كونسنتريت والميه والهواء، تمام؟ فهنا الفوم سوليوشن لا هيبقى كميه اقل بكتير جدا من اللي هو الهاي اكسبنشن فوم اللي اتولد عندي اللي هو الار ديت. وبالتالي هنا بيبقى هنا بعد ما طلعت اللي هو عدد الجنريتور اللي انا هستخدمها، بيبقى هنا في الستاندرد نفسه بتاع المانيفاكتشرر بيقول لي ان انت عشان خاطر تولد او تشغل الفوم جنريتور ده يبقى انت محتاج فوم سوليوشن قد كذا، تمام؟ فالفوم سوليوشن قد كذا خلاص يبقى هو ده اللي بيدخل معايا في المعادلة التانية اللي هي بقدر من خلالها احسب كمية الفوم ايه؟ الفوم كونسنتريت، تمام؟ يبقى هنا لازم نعمل تفرقه ما بين اللي هو الـ القيمه بتاعت اللي هو الهاي اكسبنشن فوم اللي بتطلع عندي من المعادله وما بين اللي هي الفوم سوليوشن اللي بيطلع من خلال ايه؟ يبقى اللي بيطلع من خلال اللي هو الاستهلاك بتاع كل فوم جنريتور موجود عندي داخل السيستم. وبالتالي هنا بتتبع نفس الخطوات هي هي، بحيث انك بتطلع اللي هي كميه الفوم كونسنتريت اللي انت محتاجها، كمية المية اللي انت محتاجها، بنفس الخطوات ايه؟ بنفس الخطوات اللي احنا اخدناها قبل كده. الحاجة اللي بعد كده اللي هي الديسشارج تايم او الوقت اللي انت هتخرج فيه اللي هو الفوم سوليوشن ده، يبقى هنا بيعادل قد ايه؟ قال لي هنا الكود نفسه بتاع ال اف بي 11 ان الديسشارج تايم الخاص بالفوم سوليوشن في حاله استخدام مع الهاي اكسبنشن فوم يبقى يعادل تقريبا 25 دقيقه او 4 مرات من الوقت بتاع السمرجنس تايم. يبقى هنا بتشوف السمرجنس تايم مثلا عندك 3 دقائق، يبقى هنا في 4، يبقى 12 دقيقه. ايهما ايه؟ ايهما اقل؟ ويتش ايفر از لس. يبقى هنا اما 25 دقيقه او 4 مرات من السمرجنس تايم ايهما اقل؟ بط انه كيس نوت لس ذان كام؟ يبقى لا يقل عن 15 دقيقه. لا يقل عن كام؟ لا يقل عن 15 دقيقه، وهي 15 دقيقه اللي بنستخدمها دايما في الحسابات بتاعتنا. بعد كده بتشوف السبلمنتري بروتكشن ريكويرمنت زي مثلا الكباين او المونيتورز اللي انت بتوفرها داخل المكان وغيرها. بعد كده بتوجد اللي هي التوتال فوم ديسشارج ريت، واخيرا بتوجد اللي هو الفوم كونسنتريت كوانتيتي الكليه سواء كان للبرايمري او السبلمنتري اللي انت بتوفرها داخل المكان، وبتوجد كميه الميه. وبعد كده ممكن بتعمل اللي هي الجزء بتاع الهيدروليك كالكوليشن. تمام، هنشوف مع بعض كده مشروع من المشاريع يعني المهمة واللي هنتناولها بإذن الله في الجزء بتاعنا ده. هنتعرف على المشروع دوت وهنشوف الداتا بتاعته، وبعد كده هنعمل بإذن الله القصة بتاعت الديزاين بتاعته بشكل كامل بإذن الله في المحاضرة اللي جاية. وبعد كده بإذن الله المحاضرة اللي بعديها هنبدأ بإذن الله نتكلم عن جزء اللي هو الايركرافت هانجر اللي هو افراد له الكود بتاع ال NFPA، كود لوحده اللي هو ال NFPA 409. هنشوف ايه هي الاوبشنز اللي انا بستخدمها لحمايه النوع ده من الابلكيشن او النوع ده من المباني او التطبيقات. واخيرا هتبقى فيه بعد كده هيبقى فيه مشروع خاص بهانجر هناخده بشكل كامل، توزيع كامل سواء كان للفوم سيستم او السبرينكلر سيستم داخل المبنى. وبعد كده باذن الله هيبقى اخر حاجه معانا اللي هي الجزء بتاع الهيليباد او الهيليبورتس اللي هي المهابط بتاعت الطائرات، وازاي ان انا بعمل الحمايه الخاصه. هنا عندي هانجر، طبعا هنا المشروع ده كان اكبر من كده، كان في مجموعة من المخازن.
بس انا ايه اخدت اللي هو المخزن الوحيد اللي هو ايه هيتم تغطيته من خلال اللي هو الهاي اكسبانشن فوم. فهنا قال لي ان ده عباره عن كفرد وير هاوس كومباستبل، يبقى بيحتوي على كومباستبل ليكويد. الفلاش بوينت بتاعتها او الفلاش بوينت بتاعتها بتبقى كام؟ 55 درجه سيليزيه. المساحه بتاعت المخزن ده مساحه كبيره شويه، بتوصل لحد 2000 متر مربع، تمام؟ زي ما انت شايف كده. هنا ده اللي هو الانترانس، وبعد كده هنا عامل ابواب برضو للدخول، في باب من هنا وباب من هنا. وبعد كده ادي السكشن اللي هو بيوضح لي الهانجر ده او الوير هاوس ده، تمام؟ ارتفاعه بيصل لحوالي تقريبا التوب بتاعه لحد 14 متر. لحد كام؟ 14 متر. فحاجة زي كده هنشوف ايه هي وسيلة الحماية اللي احنا هنستخدمها. يبقى هنستخدم اللي هو الهاي اكسبنشن فوم سيستم، تمام؟ وبعد كده هنشوف الديتكتورز اللي انا هستخدمها مع التايب ده او الارتفاع ده من المباني. وبعد كده هنشوف بعض الديتيلز اللي هي بتطلع معايا سواء كان للمشروع ده او لاي مشروع تاني، في بعض الديتيلز بتبقى ثابته خاصه بالفوم سيستم، وبعض الديتيلز التانيه اللي هي السبيسيفيك بقى اللي هي ايه مختصه بمشروع معين وفقا للحاجه اللي انت بتستخدمها داخل المشروع نفسه، وازاي ان احنا نعمل الحسابات الخاصه بالمشروع ده وكميه الفوم اللي انا محتاجها وعدد الجنريتور وتوزيعها ازاي والدنيا دهيت باذن الله هنعرفها في المحاضره اللي جايه. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله.